مساء الخير، معاكم احمد سامي بروكر ايجنت. ده كده مدخل العماره. هنتفرج على شقه دلوقتي في سرعه المعادي، يا رب تعجبكم. مكان الاسانسير دلوقتي احنا قدام باب الشقة. زي ما حضراتكم شايفين الشقة مستويين. ده كده الريسبشن. في عندنا اول ما نخش هنا حمام للضيوف. ده كده الريسبشن بتاعنا. في تراس اهو زي ما حضراتكم شايفين الفيو. الترس بتاعنا اهو. ايوه ما تخليش اي حد. عندنا هنا المطبخ. فيها غاز. دي كده هنطلع المستوى التاني من الشقة. في عندنا هنا طرقة وهنا طرقة للغرفة الأولانية. ماشي، دي الغرفة الأولى ماستر. ده الحمام الماستر. ده الدريسنج. زي ما حضراتكم شايفين الفيو. فيو مميز جدا. نطلع دلوقتي نشوف باقي الغرف. دي الطرقة التانية. عندنا هنا غرفة على اليمين، على الشمال. عندنا هنا غرفة تانية. احنا عندنا غرفة ماستر وغرفة تانية اللي شفناها، او تانية واحدة، ودي الغرفة التالتة. بعد كده عندنا ليفينج. الأوضة الصغيرة دي شغالة وغسيلة. دريسنج فيه حمام ومكان للغسيل أو مخزن. بعد كده عندنا الحمام الرئيسي.
بعد كده عندنا الغرفة الأخيرة ماستر برضو، يبقى 4 غرف في منهم غرفتين ماستر. وده الدريسنج، تاني احنا هنتمشى في الشقة كده. يبقى احنا كده خلصنا هنا غرفة بالحمام بتاعها، وعندنا تاني حمام رئيسي زائد الليفينج، عندنا هنا حمام، وعندنا هنا أوضة ناني أو مخزن. هنا غرفة الدولاب بتاعها، وهنا غرفة، وهنا غرفة ماستر، ده الريسبشن بتاعنا اللي فيه حمام للضيوف. ادي الحمام اهو، الشقة دي في أرقى مكان في سرايات المعادي. وهنا المطبخ بتاعنا، ودي بقية الريسبشن. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. شكرا جدا ليكم.